كابتن سعد سالم دوت يعني اول ما اتولد هو مولود رياضي. كان بيروح مع بابا الاستاد والنادي وكده، وهو ما كانش شاق قوي، مش الشقاوه اللي هي يعني، وما كان بيكبر في المدرسه وكده يعني، كان يحب اصحابه، كان يحب اهله، يحب جده، يحب جدته، عمامه، خاله، يعني كانت المسافه بينه وبين جده بعيده وسكه عربيات. وهو صغير كان يسيبني ويروح لجده، يعني من صغره هو بيحب اهله، يجيب الكوره، كوره صغيره كده، ويتن طول النهار يخبط بالكور، يخبط بالكور يا حبيبي، يعمل حبل عرضه كده، يربط الحبل من هنا لهنا ويكسر بقى، وينزل تحت في الشارع يلعب. هو من يعني كان هوايته اللعب، حتى هو كان في بطني كان بيلعب ويخبط. هو بابا تعب جدا معايا، كنا موظفين انا وهو، ومشي معاه كتير يعني، وما سابهوش هو وبابا اخوات، ما اعتبرش بابا. وسعد شقي لحد ما كان بياخد المصروف، كان ايه كنا بنديله ايه 20 30 جنيه، كان يحوش ويجي بيني وبينه يخلي ال 50 جنيه دي معاك يا حمامه، وهو صغير هو مش فاكر، انا مش ناسيه. يا حبيبي اصرف مش عارف ايه. وكان في مدرسه الموهوبين، كنا بنديله مصروفه كل اسبوع، يجي كل جمعه نوصله ونديله مصروفه مش عارفه ايه، يحوش مصروفه. كان شاطر، كان شاطر لحد سنه سته. هو راح مصر بقى هو ما جه مدرسه الموهوبين كان بيطلع الاوائل بقى على طول، لحد سنه سته يطلع الاوائل. لما جه بقى الموهوبين في الاعدادي هنا، هنا بقى الشطاره وكله ما عرفوش هنا بقى، الحاج سميلي كان بيعرفه. بس هو يعني كان ممتاز. احنا هو اصحاب، هو اي حاجه يحكيها له اقول له اعمل كذا وسوي كذا واصبر ومعلش. لحد مثلا ما جه هنا المدرسه بقى يعيط، انا مش عايز اسيبك، انا مش عارفه ايه. كان لسه في الاعدادي، كان صعب بقى المرحله دي، كانت صعبه جدا عليا. هو دمه خفيف يعني انا جايه له عيانه خفيت. انا جاي عشان اخف عنده يعني. سعد دمه خفيف، دمه خفيف جدا يعني، هو بسم الله ما شاء الله عليه. فاول ما رحنا الحج خسروا ماتش واتصاب، فبعدين بقول له يا حبيبي والله عند الحجر لا اسعد، وبدعي لك وحجر اسماعيل وعمال ادعي لك يا حبيبي. قام قال لي ده انت شكلك في مارينا يا حاج. مارينا ايه يا ابني، انا في الكعب. قال لي انا اتصبت وعمالين نخسر. قلت له والله العظيم عمال ادعي لك يا حبيبي، عمال ادعي لك والله. هو الموقف ده ضحكني بقى وانا في الحج، قال لي انت شكلك في مارينا مش في الحج. ايوه قال لي السادات، ونقعد في البراندة عندنا، يقعد مثلا ايه نضحك ويهرج هو واخواته، كان بيبقى يوم جميل يعني، بينسينا اليوم اللي بيجي فيه، بينسينا الدنيا. بقت كل حاجه فيروز عنده دلوقتي، بقينا نغير بقى انا وام فيروز. ربنا يخليها له ويرضيها عليها يا رب. كابتن سعد المصحف ما بيسيبوش من شنطته في البيت، ما يجي يقضي اليوم معانا، بص الاقيه دخل الاوضه وماسك المصحف وعمال يقرا، يزيدك يا ابني من نعيم الله، يزيدك يا ابني من نعيم الله. الاذكار الصباح والمساء لحد دلوقتي يقوم يقرا، يعني ربنا يصلح له حاله ويشفيه. احنا بنينا بيت، سعد بنى لنا بيت كبير، وكان عامل لنا شقه بيت العيله. الدور الرابع قال لي هتتعبي، نقلنا، قعدت في الدور الثاني. يتصل في رمضان، اول يوم في رمضان يعني، المفروض بقى كل واحد له شقه وبيت، التجمع يبقى عند الحاج سمير الكبير، هو الكبير دلوقتي. يقول لي لا، شقه جده مقفوله، البنات اتجوزت. يقول لي روحي شقه جدي افتحيها اول يوم رمضان وجمعوا فيها، يعني زي جده ما كان بيعمل. اما سعد بيلعب بتنى ادعي لاول الماتش لاخر الماتش، يا رب الاهلي يكسب، يا رب الاهلي يكسب. دلوقتي بدعي برضه، بس اما سعد بيلعب اكتر. الحاج سمير عندنا قناه الاهلي
بينام عليها لحد الصبح. يعني ممكن اخرج من الاوضه اللي احنا بننام فيها الشاشه في اوضه في الاوضه بتاعتنا قلت انه بيتنوا مشغل قناه الاهلي تو ما يخش البيت لحد ما يصحى الصبح ويروح الشغل قناه الاهلي. عنده الاهلي دي يعني العيش بتاعه. هو مش اول مره يعني برضو اتصاب غرز كتير في وشه والدم في وشه. اقول له يا حبيبي ما ينفعش غلط. يقول لك لا عشان ما اسيبش النادي. يعني اتعور كتير وبيجي على نفسه كتير. يعني اتعور هنا حته كبيره كان ماتش الزمالك ونزل لعب وهو الدم فيه المفروض يقع كذا غرز زي 7 غرز. يعني بيبقى فرحان عايز يدخل يجيب كل الاجوان. كابتن سعد ربنا يصلح لك حالك ويسعدك ويخلينا في ولادك يا حبيبي وتبقى احسن من الاول ان شاء الله. وبقول للجمهور بقى خليكم مع نادي الاهلي وان شاء الله هيبقى حلو باذن الله. افريقيا يا سعد عايزين افريقيا يا سعد ويفرحك يا حبيبي كده ويفرحنا يا رب وتحتفلوا ما تكسبوا عندنا في البلد.